ينضم معنا عبر الهاتف مدير مستشفى الحبوبة التعليمي في محافظة ذي قار ورئيس إحدى المنظمات الإيطالية في العراق الدكتور أوس عادل. صباح الخير دكتور أوس، منورنا اليوم في شمس الفلوجة. صباح الأنوار. صباح الخير دكتور أوس. يعني هذا الفريق كيف تكون، كيف بدأ مهامه في هذه المحافظة؟ هل هو بطلب من هذه المستشفى أم بوجود عدد الحالات المذكورة؟ نعم، الفريق الإيطالي، أول مرة صباح الخير على أعزائنا المستمعين والمشاهدين. الفريق الإيطالي يعمل ضمن أطر تعاون بين وزارة الصحة العراقية الممثلة بدائرة الصحة ذي قار كحبوب التعليمي والمنظمة الإيطالية إميرجنسا سوريزي. العمل مستمر خلال فترة العشر سنوات الأخيرة. أول مهمة جراحية ابتدت كانت في قاعدة طليل عام 2008، ثم توالت المهام الجراحية داخل محافظة ذي قار على أرض مستشفى الحبوب التعليمي. التعاون بدأ بناء على مذكرة تفاهم. طبعا الفريق تطوعي، العمليات تقام مجانا بدعم من المانحين الإيطاليين، وكذلك الدعم اللوجستي ودعم بالمستلزمات الجراحية والكوادر الطبية من قبل وزارة الصحة العراقية ودائرة الصحة ذي قار. المهمة الجراحية الأخيرة أيضا تلخصت كسابقاته بعرض الحالات المرضية وفرز الحالات اللي تستدعي تداخل جراحي ومن ثم القيام بالعمليات الجراحية. العدد منذ بدأ أول مهمة جراحية وإلى حد هذا اليوم قارب 1800 حالة جراحية تم علاجها خارج القطر، وتم علاج أكثر من 40 حالة خارج القطر في المستشفيات الإيطالية بالحالات المعقدة أو الأطفال اللي يحتاجون تداخل جراحي وعناية مركزة أكثر. نعم. المهمة الحالية عالجنا 80 حالة مرضية جراحية تراوحت من بين جراحة الشفة الأرنبية وعقابيل الحروق وإصابات الحرب. نعم. هناك أطر للتعاون مستقبلي تتلخص بتكثيف التدريب للكوادر العراقية لغرض خلق كوادر جراحية وتمريضية وطبية قادرة على المهام دون الحاجة للاستعانة بالخبرات الخارجية. كذلك هناك آفاق لإنشاء مركز تخصص في علاج التشوهات الطبية للأطفال في مدينة الناصرية في داخل المستشفى الحبوبي لغرض تطوير العمل والحصول على، يعني نقدر نعالج حالات معقدة أكثر وتزداد الخبرات التدريبية للأطباء العراقيين والكوادر التمريضية. وكذلك هناك أطر للتعاون لغرض عرض الحالات المعقدة اللي ممكن علاجها خارج القطر لغرض تسفيرها والحصول على داعمين ومانحين إيطاليين لغرض علاجها في المستشفيات الإيطالية. أكيد. نعم. دكتور صباح الخير ومرحبا مرة أخرى. يعني احنا سعداء جدا بانضمامك اكيد لبرنامج شمس الفلوجة حتى نسلط الضوء على هذا التعاون ما بين دائرة صحة ذي قار والجهة المانحة الإيطالية. كم عدد الأطباء الوفد اللي جاي يعالج يعني الآن في مستشفى الحبوبي؟ والله هي تتفاوت من مهمة إلى مهمة. المهمة الأخيرة كان هناك العدد الفريق الطبي 14 عنصر تم دعمهم من قبل 20 عنصر عراقي. نعم. عملوا الفريقين بشكل تطوعي ومجاني. الأطباء اللي كانوا موجودين من الجانب الإيطالي 3 جراحين، طبيبين أطفال، 3 أطباء تخدير وطبيب عناية مركزة، وكذلك وجود إعلامي ومنسق للوفد الإداري. ومن الجانب العراقي كان عدد من الأطباء زائد مترجمين. جميل. طيب دكتور، يعني ربما احنا يعني الموضوع بالنسبة للناس أنه نرسل عملية إلى إيطاليا أو مريض إلى إيطاليا حتى يتعالج يعني ممكن لأنها مستعصية، لكن أن يأتي وفد وكوادر طبية لكي تعالج يعني ربما عمليات ليست بالخطرة، يعني عندنا أطباء ماهرين وأنت أدرى بهذا الموضوع، ما هي القيمة اللي تحملها هذه المسألة يعني أن يأتي وفد طبي إلى العراق؟ نعم، القيمة اللي تحملها يعني مثل ما ذكرت أنا سابقا بأن احنا يعني نسير بعدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو وجود حالات متراكمة تم عرضها. بعض الأحيان قوائم الانتظار الطويلة أو عدم توفر يعني الخدمات الطبية متخصصة عالية بداخل بعض المستشفيات خاصة بالمحافظات استدعت وجود يعني جلب الكوادر الأجنبية خاصة وين هي عمل تطوعي ومجاني، فما تكلف الدولة ولا تكلف المواطن أي شيء.
النقطة الأخرى، هناك مثل ليزي يقول بدل أن أعطيك السمكة أعلمك شلون الصيد. فعلا هذا الجهد ركزنا عليه احنا منذ بداية العمل، يعني بداية الارتباط بالمنظمة الإيطالية ركزنا على الموضوع. يجب أن يحمل جانبين، الجانب الأول هو وجوب تدريب في الكوادر العراقية سواء طبية تمريضية جراحية أطباء الأطفال أطباء الحماية المركزة لغرض مستقبلا أنا ممكن يوم عن يوم أبدي أعتمد على نفسي أكثر. يعني يعني ممكن أن في أي لحظة من اللحظات ممكن أنت ما تحصل مانح أو أكيد. المنظمات الدولية من تشوفك أنت قادر على نفسك أو تقل التكلفة، خاصة إحنا تأثرنا بالأزمة العالمية الأخيرة، يعني هم نفسهم المنظمات اللي كانت تحصل دعم من حكوماتها تأثرت بالأزمة الأخيرة، فبدل ما كانت ممكن أن تنفذ مهمات العلاج 200 طفل فقط تخسر القضية بدأت تقل. فالتركيز على المبدأ الثاني هو أعلمك شلون الصيد أكثر مما أعطيك الفريسة. أكيد. النقطة الثالثة هي نحاول بأن ننقل تجاربهم، يعني تجربة إنشاء مركز تخصصي حتى وإن كانت صغيرة تقدر تنشئ مركز تخصصي، يعني تبدأ تستقطب صغير تبدي بذرة بعدين تالي تبدي تثمر إلى أن نقدر نحصل خدمات تخصصية أكثر. حلوة الفكرة والله، يعني نتمنى لكم كل الموفقية والنجاح. الدكتور أوس عادل أكيد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.